حبيبتي نادي محمد خوش يودي بيت ام حسين مضروبه ان شاء الله. برز الفريت والشوربه ودينه قحم بيد ما باقي لي 10 دقائق. 9 10 انت الصياد. لا حد لا 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 محمد تعالوا متبين. شباب اطلع من اللعبة هم متبيني. ناخذها خذوا يا واحد غني اللي صار فقير. هذا النقصان من عند امي. نعم الله عليك سلم على الوالدة ان شاء الله. مثل ما تشوفين الأجواء السنة حارة وايد في رمضان، برغم ذلك يعني ما شاء الله أعضاء النادي مستمرين في البطولات، وإحنا عندنا يعني بطولات كثيرة، عندنا 4 بطولات في شهر رمضان المبارك. طبعا بطولات بعضها بأسماء شخصيات ساهمت في دعم هذا النادي. شلون تلاحظ إقبال الشباب على الرياضة؟ يمكن الجو حار لكن نشوفهم يعني يلعبون وكنا ما في شيء. لا ما شاء الله مثل ما قلت لك يعني شبابنا مستمرين برغم الاجواء الحاره، طبعا اليوم شوي الجو تحسن وان شاء الله يعني يتحسن افضل، بس الكل مستمر والكل يلعب ومثل ما تشوفين يعني الكل متحمس واللعب يستمر عندنا لساعات متاخره من الليل، فالبطولات مستمره والانشطه مستمره والفعاليات مستمره خلال الشهر الكريم. هاي الدورات مديم يعني في رمضان تكون موجوده لازم؟ احنا دائما احنا يعني نعتبر من الانديه النشطه خلال الشهر الكريم، طبعا وخلال طول السنه احنا البطولات مستمره عندنا، بس خلال الشهر الكريم عندنا بطولات مستمره والى تقريبا يعني قبل يعني نهايه الشهر قبل العيد نكون نختتمها بالاحتفاليه كبيره ونقدم فيها جوائز للفائزين في هذه البطولات. طبعا رغم حراره الجو شايفته انما في مشاركات ممتازه الحقيقه، الاعضاء يعني ملتزمين ويحضرون البطولات ويشاركون ايضا بكل فعاليه، وهذا اللي نطمننا سنويا نحن نحاول ايضا نضيف بطولات اخرى نعطي بعد افضل حق النشاط الرياضي في النادي. تكلمنا هاي الالعاب التنس جماعي فردي شلون تكون؟ طبعا البطوله المرحوم يوسف المايد زوجي اللي يعني هي تقريبا حق الفترن اللي هو فوق الأربعين واكثر، وشاركوا فيه تقريبا 20 لاعب. بطولة ماجد الزياني أيضا زوجي وشاركوا فيها السوبر اللي مصنفين يعني اللاعبين في النادي طبعا مستوياتهم عالية فهم شاركوا في البطولة دي. بطولة أحمد المحوزي للشباب وهم أفضل اللاعبين طبعا الآن في البحرين. احنا نحب لعبه التنس لدرجه مجانين تنس، وطبعا كل رمضانيه يعني احنا عندنا هالبطوله هذه، عندنا بطولات يوسف خليل المؤيد تخليدا لذكرى المرحوم يوسف خليل المؤيد على ما اعطاه للنادي وتشجيعا للعبه، كذلك ماجد الزياني، فهذه البطولتين المتميزتين كل سنة موجودات، وطبعا يصير فيها تنافس بين أعضاء النادي كلهم، وشيء جميل يعني أن كل أعضاء النادي يتلاقون ويصير المعايا ويصير شيء جميل. يعني احنا دايما نتبارى ونتبارى كرة داخل كرة برا، هي برا هي داخل وإلى آخره، بس الحمد لله يعني وصلنا الى النهايات الحين في السوبر مال يوسف خليل المؤيد. انا مشارك في السوبر في شو اسمه بطوله الزوجي مالت يوسف خليل المرحوم يوسف خليل المؤيد، احنا طلعنا الثاني وبنلعب مع الاول، والاول المجموعه الثانيه بيلعب مع الثاني والمجموعه الاولى، والله يستر.